في هذه المسألة أخبرونا أن هذا المثلث ACE هو متساوي الساقين، بالتالي هو هذا المثلث الكبير هنا ومتساوي الساقين لأن له ضلعين متساويين، ونعلم أيضا من المثلثات المتساوية الساقين أن زاويتي القاعدة متساويتان، بالتالي زاويتي القاعدة هاتان متساويتان هنا، وهذا الضلع هنا سوف يساوي هذا الضلع هنا في الطول، ويمكن أن نقول أن AC سوف يساوي CE، ونحصل على ذلك من هذه العبارة الأولى هناك. ثم يعطوننا المزيد من المفاتيح أو المزيد من المعلومات، يقولون أن CG يساوي 24، فهذا هو CG هنا وطوله يساوي 24. يخبروننا أن BH يساوي DF، BH يساوي DF، إذن هذان الشيئان سوف يكونان متطابقان وسوف يكون لهما نفس الطول. ثم يخبرون أن GF سوف يساوي 12، هذا هو GF هنا، إذن GF سوف يساوي 12 هذه المسافة هنا. ثم يخبرون أخيرا أن FE يساوي 6، هذا هو FE. ثم أخيرا يسألوننا ما هي مساحة CBHFD، هذا هو CBHFD. إذن هم يسألون عن المساحة، يسألون عن المساحة لهذا الجزء هنا. دعوني هذا الجزء وهذا الجزء هنا، هذا هو CBHFD. لنفكر كيف نعمل هذا. تستطيع حساب مساحة المثلث الأكبر، ومنها نستطيع طرح مساحة هذه القطع الصغيرة على الطرفين، وهنا نستطيع حساب مساحة هذه المساحة في الوسط، هذه المساحة التي ظللتها، وليس لدينا كل المعلومات لنحلها حتى الآن، ولا نعرف علو أو ارتفاع هذا المثلث، ولا نعرف قاعدته. إذا عرفنا قاعدته فسوف نقول نصف القاعدة ضرب الارتفاع ونحصل على المساحة لهذا المثلث، وعلينا فقط أن نطرح هاتان المساحتان، ولا يوجد لدينا معلومات كاملة هنا أيضا، لا نعرف هذا الارتفاع، مجرد عرفنا هذا الارتفاع نستطيع أن نجد هذا الارتفاع، ولكننا لا نعرف بعد ما هو هذا الطول هنا. لنأخذها إذا جزء بجزء. بالتالي أول شيء ربما علينا عمله ويمكنك توقعه، لأننا تكلمنا كثيرا عن التشابه باستخدام بعض من منطق التشابه هنا، لأنه يوجد باقة من المثلثات المتشابهة، مثلا المثلث CGE يتشارك بهذه الزاوية مع المثلث DFE، كلاهما يشترك بهذه الزاوية البرتقالية هنا، وكلاهما له هذه الزاوية القائمة هنا، بالتالي لديهما زاويتان متماثلتان فسوف يتشابهان من خلال زاوية وزاوية، وتستطيع في الواقع أن تبين أنه سيكون زاوية ثالثة متماثلة لأن هذان الاثنان خطان متوازيان. إذا نستطيع أن نكتب أن المثلث CGE مشابه للمثلث DFE، المثلث DFE، ونعلم ذلك من خلال زاوية وزاوية AA، لدينا مجموعة من الزوايا المتقابلة متطابقة، وهذه الزاوية في كلا المثلثين فهذه هي مجموعة الزوايا المتقابلة هنا، وبالتالي بما أننا عرفنا أنهما متشابهان يمكننا أن نحدد النسبة بين الأضلاع، لأنه لدينا بعض المعلومات عن بعض الأضلاع. إذا نحن نعلم أن النسبة، نعلم أن النسبة بين DF وهذا الضلع هنا وهو الضلع المقابل، النسبة بين DF و CG، النسبة بين DF و CG وهي 24، سوف تكون نفس النسبة بين FE وهو 6، وGE وهو ليس 12، هو 12 زائد 6 وهو 18.
ولنرى 6 على 18 هو 1 على 3 تحصل على 3 دي اف، 3 دي اف يساوي 24. أنا فقط قمت بضرب تبادلي، أو تستطيع ضرب الطرفين في 24 أو أن أضرب الطرفين في 3 تحصل على ذلك. في الواقع تستطيع ضرب الطرفين في 24 وتحصل على 24 ضرب ثلث، ولكننا سنعملها بهذه الطريقة. أقسم الطرفين على 3 وتحصل على دي اف، دي اف تساوي 8، بالتالي أوجدنا أن دي اف تساوي 8، هذا الطول هنا، وهذا مفيد لنا لأننا نعلم أن هذا الطول هنا هو أيضا يساوي 8. إذن والآن ماذا يمكن أن نعمل؟ حسنا، يمكن أن يبدو أنه يمكن عمل نقاش آخر حول التشابه، لأنه لدينا هذه الزاوية هنا وهي مطابقة لتلك الزاوية هناك، ولدينا أيضا هذه الزاوية وهي 90 درجة، لدينا زاوية 90 درجة هناك. في الواقع نقول هذا بحد ذاته كاف لكي نقول أن لدينا مثلثين متشابهين، حتى أنه ليس مطلوب أن نبين أنه يوجد ضلع متطابق بينهما، وفي الواقع سوف نبين أن هذان مثلثان متطابقان هنا. إذن لدينا زاويتين. حقيقة يمكننا فقط أن نكون مباشرين، لأنه عندما نتكلم عن التطابق، إذا كان لديك زاوية مطابقة لزاوية أخرى وزاوية أخرى مطابقة لزاوية أخرى ثم ضلع مطابق لضلع آخر، فأنت تتعامل مع مثلثين متطابقين. إذن يمكن أن نكتب المثلث، سوف أكتبها هنا باللون الوردي، المثلث AHB متطابق مع المثلث. يجب أن تحدد الرؤوس المتقابلة بشكل صحيح. يمكن أن نقرأه المثلث EFD للمثلث EFD، ونعلم ذلك من خلال زاوية وزاوية وضلع فرضية التطابق AAS. وإذا كان المثلثان متطابقان فهذا يجعل الأشياء ملائمة. هذا يعني أنه إذا كان هذا الضلع 8 فهذا الضلع 8، وقد عرفنا ذلك سابقا. هكذا بنينا التطابق، وهذا يعني إذا كان هذا الضلع طوله 6 فإن الضلع المقابل في هذا المثلث سوف يكون طوله 6، بالتالي يمكننا أن نكتب بأن هذا الطول هنا سوف يكون أيضا 6. الآن يمكنني أن أتخيل، ويمكنك أن تتخيل أن يسير كل هذا، ولكننا نريد أن نثبت لأنفسنا، نريد أن نعرف المساحات بشكل قاطع، لا نريد أن نقول هذا يمكن أن يكون نفس ذلك، دعونا فقط نثبت ذلك لأنفسنا. إذن كيف نعرف؟ نحن تقريبا عرفنا قاعدة هذا المثلث، ولكننا لم نجد بعد طول HG. حسناً، الآن يمكننا أن نستخدم منطق التشابه مرة أخرى، لأننا يمكن أن نلاحظ أن المثلث ABH في الواقع مشابه للمثلث ACG، كلاهما له هذه الزاوية هنا وكلاهما له زاوية قائمة. هذا المثلث ABH له زاوية قائمة هناك، وACG له زاوية قائمة هناك. إذن لديك زاويتين متقابلتين يساويان بعضهما البعض. أنت الآن تتعامل مع مثلثات متشابهة، بالتالي نعلم أن المثلث ABH سوف أكتبها HB مشابه للمثلث AGC. يجب أن تحدد الرؤوس المتقابلة بشكل صحيح. A وهي زاوية البرتقالية، G هي زاوية القائمة، وC الزاوية غير المعلمة، هذا مشابه للمثلث AGC. AGC AGC الآن هذا يساعدنا على استخدام النسب لمعرفة ماذا يساوي HG.
إذن ماذا يمكن أن نقول هنا؟ حسنا، نستطيع أن نقول 8/24 أي بي اتش على ضلعه المقابل في المثلث الكبير. إذن نقول 8/24 تساوي ستة على ليس اتش جي لكن على اي جي، أي 6 على اي جي. أعتقد أنك تعرف أين يسير هذا، لكن لديك ثلث يساوي 6 على اي جي. يمكن أن نقوم بضرب تبادلي ونحصل على اي جي. اي جي يساوي 18. إذا كل هذا الطول يساوي 18، إذا كان اي جي يساوي 18 و اي اتش هو 6، بالتالي اتش جي هو 12. وهذا ما يمكن أنك توقعته عندما حاولت توقع الجواب هنا، لكن الآن قد أثبتنا لأنفسنا أن هذه القاعدة طولها حسنا، لدينا 18 هنا ولدينا 18 أخرى هنا، إذا طولها هو 36. إذا كل القاعدة هنا هي 36، إذا هذا 36. والآن يمكننا أن نجد مساحة هذا المثلث المتساوي الساقين الكبير كاملا. بالتالي مساحة ACE سوف تساوي نصف ضرب القاعدة، نصف ضرب القاعدة وهو 36/24، وهذا سوف يكون نفس نصف ضرب 36 يساوي 18. إذن 18/24 سوف أعملها هنا بالأعلى، إذن 18/24، إذن 8/4 هو 32، 1/4 يساوي 4، زائد 3 يساوي 7. سوف أضع صفر هنا لأننا لا نتعامل رياضيا مع 2 بل 20. لدينا 2/8 يساوي 16، 2/1 هو 2، زائد 1 يساوي 3، ومن ثم لديك 2، 7+6 يساوي 13، 1+3 يساوي 4. بالتالي مساحة ACE هي 432، ولكننا لم ننتهي بعد. هذه المساحة التي تهمنا هي مساحة كل المثلث ناقص هذه المساحة، ناقص هذه المساحة وناقص هذه المساحة هنا. إذن ما هي مساحة هذه القطعة الصغيرة هنا؟ إذن سوف تكون نصف ضرب 8/6، بالتالي نصف ضرب 8/4/6 هو 4/6، إذن هذا سيكون 24 هناك، وهذا سيكون 24 أخرى هناك. إذن هذه ستكون 432 ناقص 24 ناقص 24 أو ناقص 48، وهي تساوي، يمكن أن نحاول عمل ذلك، إذا طرحنا 32 نحصل على 400، بالتالي علينا طرح 16 أخرى. فإذا طرحت 10 من 400 تحصل على 390، فتحصل على 300 إلى 384 مهما تكون الوحدات. إذا كانت الأطوال بالمتر فهذه تكون متر مربع، إذا كانت سنتيمتر فهذه تكون سنتيمتر مربع. هل عملتها بشكل صحيح؟ دعوني أعملها بطريقة أخرى. إذا أضفت 40 لهذا أحصل على 24 زائد 8 أخرى وهي 432. نعم انتهينا.